تبرع أذناب وصدام أخته تبرع أذناب وصدام كامل تسمى ملوك وشيوخ وزعامة رجالة ولا تستحيش الرجال عقاب ولا تعرف حلال ولا حرام وصدام وصدام أخته تبرع أذناب والله لا تخمى النار لكن نص إسرائيل فلا تحسموا معركة وسائل الطاق عن بعد بل تصبح الحاجة ماسة إلى من يمشي على الأرض وأن يتحمل المخاطر الماشونة على أقدامهم في أرض ليست لهم.